بسم الله الرحمن الرحيم. الذل وتطبيع الشعوب عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله. وها نحن في القرن 21 نجد أن الحكام والسياسيون يتجنبون كل ما فعله الرسول وما بعث من أجله، والشعوب قبلت كل ما يقدمه مهرجي البلاط من تأليه الحكام والتطبيل لهم. فرضنا مجرد فرضية أن هذا النعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويلبس هذا النعال، أتعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوي؟ أنا أقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. لو ضربت القوات الأمريكية إيران، أنا سأكون أول المتصدي للقوات الأمريكية على الأرض العراقية. إلى محاولة تغيير مفاهيم ومكانة الدين والعادات والتقاليد في المجتمع. علينا أن نستمتع، إحنا داخلين عصر التنوير، ولينبح من يهوى النباح ولينهق من يهوى النهيق. نتحنط إذن لأننا أبناء بلاد الحرمين. أما هيئة الترفيه أيها الإرهابي الجليل، إن كانت أزعجتك أو جرحت شعورك أو خدشت حيائك، بجد ما أعرف إيش أقول لك، يعني إذا ما هي عجبتك يعني أخبط راسك بأقرب جدار. مطلقة. وأعلم أن هذا الكلام لن يعجب، لكن سأقوله. أنا عندي قناعة، الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن، حتى البخاري ومسلم. قال أنس رضي الله عنه أحد صحابة الرسول عن بقية الصحابة إنه لم يكن هناك إنسان أحبوه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك لم يسمح لهم بالوقوف له عند دخوله عليهم كما يفعل الناس مع عظماء القوم. إن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، فأنا أحط. لكن نجد المطبلين والمنافقين وهم يذلون أنفسهم ويبالغون في مدح الحكام. شخصية محمد بن سلمان هي شخصية قيادية لا تقبل أنصاف الحلول أبدا، وما زالت أفواههم مفتوحة اندهاشا من قدرة هذا الرجل في قيادة أحد أكبر التحالفات العسكرية في العالم. رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب من أجل يسلم الثلث الآخر لأذن له الشارع. يعني يرى، يعني خلنا نقول خالد بن الوليد، يرى يعني صالح الدين الأيوبي، يرى هذه الأسماء العظيمة. نعم، حتى من تاريخنا الملك سلمان الله يحفظه استلم سعودي في خلال ربع ساعة، أنا أستطيع أجهز لك مليون سعودي كلهم يريدون. والله من أول ظهور لعبد الفتاح السيسي في الإعلام واتكلم فيه بعد ما أنقذ مصر مع جيشنا العظيم من الأشرار. فاكرين لما كلم المصريين بكل الحب، كلمنا بكل الحب وكأن عبد الفتاح السيسي هو رسول الحب في العصر الحديث. مالك الأشتر والعيون تشوف وعليك الأمل رغم الصبر معقود، يا فارس وطننا لما تهاب الموت، ينبتش العدة تاريخ لك مشهود، وما بينك وبين الله وعلي وصفين حبل من قاعك الكبد السما ممدود. مؤيدين له نحن مع المملكة ممثل الدول الإسلامية والعربية في أقوى 20 دولة بالعالم، وأنتم مع من لا يرى في الخريطة أو المعزول. فيا صغار أتباع الصغار، فيا خونة أتباع الخونة،
يا مرتزقة أتباع المرتزقة اسمعوا الآتي، نحن مستمرين وفي الصف الأول هذه الحرب الإعلامية على السعودية، ومن يقف مع السعودية هذا شرف نفتخر فيه، والوقوف مع المملكة ضد المؤامرات هو وقوف مع الأمة الإسلامية والعربية، هو وقوف مع الحق ضد الباطل. الوقوف مع السعودية ليس واجب فقط بل فرض. أخي الرسول صلى الله عليه وسلم طالع سعودي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، لكن نجد المطبلين والذباب الإلكتروني يشجع المبالغة والفجور في الخصومة، وللأسف كلاب للأجانب هم ولكن على أبناء جلدتهم أسود. يا أختي أنا أوضح لك، اسمعيني ثم أعلق. إعلامها وصل لدرجة الانحطاط، فقد ميثاق الشرف والأخلاق بل والعرف العربي والرصانة العربية وتسلط عليها. أنتم يا أبناء شريفة خرجتم من منظومة خليجية بخيانتكم وتآمركم وإعلامكم القذر. لما يخرج أحد المعلق الرياضيين ويقول عن أبناء دولتي وأبناء شعبي دوس، أعلم أنكم وصلتم لقمة الانحطاط والقذارة، ونقول نحن من ندوس ونحن سندوس وخسئت. يعني شيخنا، يعني أنت في مثلا ما أدري تسموه خطبة ولا لما ترقى المنبر، لما قال وأما السائلة فلا، قال الله عز وجل، راحت أصلا صدمتني ونسيت الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبرغم من هذا وصل الفجور في الخصومة إلى مستويات جعلت الصلح بين الإخوة شيء مستبعد جدا. بستيج والثقل لأم رجل، المفروض يعني أم رجل، خليك من كونه رئيس دولة تدخل وتقعد باحترام ورافع راسها وتشوف. شو هذا؟ شو هذا يعني عبارة عن شو؟ أنا ما فهمت. يعني شيء غريب. ليش كذي تسوين؟ أنا ما فهمت. المفروض تدخلين بثقل، تقعدين تشوفين بطرف عينك. دائما يقولون في البرستيج تدربي على هالشيء، موزة والله تدربي على هالشيء فعلا، ترى والله العظيم. ايش قاعدة تسوين؟ لوين بتوصلون قطر يا آل موزة؟ كفاية فشلتوا الشعب القطري في كل مكان، ما خليتوا شيء، ما سويتوا أكثر من كذي، شو ممكن؟ خيبي، خيبي عمانية وخيبي قطرية، وأنتم في عمان لا تمثلون الأمة، وفي قطر لا تمثلون الأمة، ونحن لا نكترث لمساعيكم لإنقاذ النظام الإيراني. لماذا؟ لأنه هذا يفضحكم، يدل عليكم، يدل عليكم. لماذا؟ لأنكم تحرثون في البحر، لا تملكون الإمكانيات، وليس بيدكم من الأمر شيئا. سيبكم الفلسطين عند أبو فلسطين على أبو اللي جابوها، سيبكم الفلسطين بطلوا القميص الخرز زبالي، المزايدات الزبالي. اليمن، قلت وأنا في الرياض كانوا الشباب متحمسين وأنه الحديدة وتحرير الحديدة. اليمن هذا، اليمن هذا عبارة عن صندوق عفن، صندوق معفن. اليوم العقل الإعلامي والسياسي القطري لاحق إيران، لاحق إيران. طب إيران بلد حمير، إذا أنت إيش راح تصير؟ يعني الذي يتبع حمير إيش راح يصير؟ كشفتم، فضحتوا، عيب عليكم، استحوا، استحوا على دمكم. التبوتين حيجيب لكم الكعبة، تلحسوا بعض. كيف أن الإسرائيلي اليهودي أشرف من الفلسطيني؟ لجونا، لجونا شتات الرومان بالقضية الفلسطينية، وكأنها القدس في نظرهم ذات الأخرى.
وبالنسبة للبربر شمال افريقيا جوهم استعمروهم الفرنسيين 200 سنة، هل لنا دور في الفرنسيين هم يستعمرونهم 200 سنة؟ 200 سنة ومشوا، انتهى الاستعمار عام 1960 وهم يتكلمون عن بطولاتهم في تحرير بلادهم من الاستعمار وهم يكذبون. عندك مشكلة مع القضية الفلسطينية؟ لا أبدا، أنا بس قناعتي أنه هم اللي باعوا فلسطين. والحاكم اليوم يعتبر الحاكم المطلق هو عزمي بشارة، اليوم حاكم المطلق، اليوم حسابات اللي يديرها عزمي بشارة، بعض الصناديق السيادية يوقع على شيكات عزمي بشارة. نعم هذا الموجود. تميم يخشى المواجهة، تميم لما دخل لا نجد حاكما واحدا يمنع هذه الحركات البذيئة، لأنهم يرغبون بأن يحكموا شعوبا أناخ بها الذل، فهم لا يبالون بأن ملعون البيت الذي لا يطمئن فيه إلا الجبناء الذين يغمزون اللقمة في ذل الخنوع ويعبدون مذلهم، لأنهم يحتقرون الشعوب ويعتبرون الوطن ملعون، بل نجدهم يكافئون هؤلاء المتفحشين بمبالغ مالية وهدايا وامتيازات كان لا يحصل عليها سوى الناس المتميزين في المجتمع. أما الآن فرأس مال هؤلاء المطبلين المغالين قلة الأدب، بدلا من إنجاز علمي رائع أو شجاعة مفرطة في ساحة القتال أو حتى في ساحة الرياضة. هذا السب واللعن يكون من أفضل العبادات عند الله، يكون في منزلة لا إله إلا الله، يكون في منزلة سبحان الله. والشعب يقبل بهذا الهبوط الأخلاقي والفكري، رغم أننا نعرف قوله صلى الله عليه وسلم: البذاء من الجفاء والجفاء في النار. وإن لم نعرف الحديث بالنص فنعرف فحواه، ولا نتدبر الوعيد في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الإعلام هو الواجهة لكل حضارة، وبدلا من استثمار وسائل الإعلام الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر إبداعاتنا الماضية والمستقبلية، وظفناها لنكشف عوراتنا من جهل وفرقة وانحلال أخلاقي. والله يلطف بنا، والله المستعان.